إذا الواحد بكى عشان سبب صغير وما يستاهل يكون هو أساساً شخص متألم من داخل. شخصية فارس شخصية قريبة علي، قريبة على قلبي، صعبة الشخصية. شخصية فارس قاعد يلعب شخصيتين، قاعد يلعب فارس قاعد يلعب يوسف بنفس الوقت، فشخصية نوعاً ما صعبة. الأقرب إلى قلبي فارس، أقرب من يوسف، يعني لما ألعب شخصية فارس أكون أنا مرتاح أكثر من يوسف. يوسف قاعد أكون إنسان ثاني، كلامي غير، مشيتي غير، قعدتي غير، أسلوبي غير. فارس هو إنسان شاب مدودة، حركته كلها سريعة، كلامه سريع، ويعني مو مركز باللي هو قاعد يسوي. بس لما يكون يوسف يكون حاضر ذهنياً 100% مركز على كل كلمة قاعد تنقال. شخصية فارس أعتقد حالياً قاعد تأخذ مجرى ثاني. صحيح قاعد نواجه صعوبات بوقت شغلنا وبوقت ان انت تكون مهيئ نفسك على شيء وفجاه انت تلاقي نفسك جاي ست ممكن تسوي شيء ثاني او ممكن الحين بتسويه مرتبط بعشر حلقات قدام، فهذه ممكن فيها شغلات صعبه التضاد اللي قاعد نسويه، لكن بشكل عام ماشي صح. ليش احسك مستمتع وانت قاعد تشوفيني كذي؟ ليش احسك قاعد تاخذين قوتك من نظره الخوف اللي تشوفين ريايل يشوفونك فيها؟ والاحداث الجايه راح تكون اضبط ان شاء الله واحلى، والمسلسل ما اخذ مكان ثاني والاحداث راح تزيد، فضروري انكم تكملون متابعه. مبارك عليكم الشهر وينعاد بالصحه والعافيه، ويا رب يكون سنه خير وتفاؤل علينا كلنا. انا فيصل فريد.